بس في حاجه الصوره برضك فيها صورتك وريني وشك كده. اه ده الوش اللي بتجيب بالخضار. ما طبعا صورتي. انت قصدك ايه؟ طيب فيها حاجه كده، حاجه محترمه فيها احترام. ايوه فخر ووكر كده. وكر ايه؟ يا صورة رئيس عصابه. اه يا حيوان انت بتتريق. لا مهابه. ايه حاجه مهابه؟ ايه حاجه؟ ايه حاجه؟ انت شايف ايه؟ ده هو ده. اه ده انا هو ده. ده هو ده. ايوه يا حاجه. ايه شايف في منديل بقويا هنا وانا اقرع؟ انا عاوزك تحضر الجلسه مع ولدي. المحامي بتاعه عمل حادثه وجاي. الجلسه باقي عليها ربع ساعه. اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب. خلاص. ايوه بس لا 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 لازم اشوف القضيه كده واعرف التفاصيل والتيتلز. بتقول ايه؟ التفاصيل والتيتلز. هو هيتكلم جوه. لا انسى انسى. يا استاذ ما تقف كده قدام الارضي وتترافع. ما تخافش وما تخافش من حد وطلع الكرنيه قدام التخين. انت محامي. الله عليك. انت محامي. انت ما عارفش انك محامي. انا عارف بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر. واد الطربوشه اهو. طربوشه اهو على اساس ان انا راح اترافع عن محمد طه. امسك امسك. ولدي حيضيع منك. عين عليك يا ولدي. قلبي اتحرق عليك يا ولدي. قول لي بقى تفاصيل القضية ايه؟ عركة عادية بين عيلتين. ولدي حيروح في داهية. ولدي حيروح في داهية. ولدي تفاصيل هنا يا حاج. ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. تفاصيل هنا يا حاج. ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. ولدي حيروح مني. القرار اخر جلسة. ابنك اسمه ايه يا حاج؟ عبد الصمد وهدان حلقولو. اسمه عبد الصمد وهدان حلقولو؟ زيرو. زيرو؟ ده الاسم بالكامل. ما علينا. طيب هو تهمته ايه بقى؟ قتل. ايه ده؟ ايه؟ احنا ما اتفقناش على كده. اتفقنا على ايه؟ ما اتفقناش على انه قتل. احنا ما اتفقناش على كده يا حاج. انت كنت بتعملني في مفاجاه هنا ولا ايه؟ ابوس يدك ابوس يدك. ما تفضحنيش. حينقدم عليك. نادي على اللي بعده. عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل ابو حديده. يا حاج احنا ما اتفقناش على كده. ابوس يدك. عبد الصمد وهدان حلقوله. طب وقتل يا رب. سكينه. شال ضرب في السكينه في حنكه. ايوه حاضر اهو. شرم لبقه؟ لان ايه شرم لبقه دي؟ جون الحمد لله. حنجل حلبولو قتل حنجل. حلبولو فلق حنجل؟ قتل حنجل. قتل حنجل في ايه يا استاذ؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ حضرات السادة المستشارين، عم احمد الحاجب، ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسية يا استاذ. طعنة ناهية يا استاذ. طعنة دالية يا استاذ. انت مش فاهم حاجة ولا ايه؟ امال ايه عرقبه ولا ايه؟ يا استاذ انت مش قاري ملف القضية. ليه؟ موكلك هو اللي طعن حنجل. لا والله هو اللي طعن حنجل؟ هو اللي غزو؟ ابنك اللي غزو؟ انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج. انت بتعمل تفاجئ فيا ليه؟ سيد الرئيس، ان طعنة موكلي لحنجل كانت طعنة رقيقة. كانت طعنة في الهدوء. طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة. لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازة ولا ايه؟ سيد الرئيس، هل تسمح لي هيئة المحكمة الموقرة ان بسؤال على مقربة من المناصرة؟ تعال اتفضل. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا هو بس الحقيقة أنا مش محامي. نعم يا أخويا؟ لا مش قصدي سعادتك. أنا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا، لأن المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فأوتوبيس خبطه. فالمحامي اتطبق والاوتوبيس مش لاقينه. اتطبق ايه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ ابوس ايدك. شجع الشباب. شجع الشباب. المنطقه كلها عندي مستنيه شربات واحد فرق اول مرافعه ليا. شربات ايه يا استاذ؟ قول لي طلباتك. طلبك هكون عايز اسكبريسو. عايز تقيل. ايه؟ تقيل. تقيل؟ اه
خلاص يا اخويا تأجل القضية اتفضل. حياة المصحف والله بقول لك اتفضل يا استاذ تأجل القضية. والله هتقولها يعني انت هتقولها قدام الناس دلوقتي. يلا يا استاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمعلم وكل لكم سعادتكم. تؤجل القضية لجلسة 9/9. مبروك يا حاج، القضية اتأجلت للساعة 9. يا لهوي 5000 جنيه يا لفي، معقولة؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ انت هتبقى محامي؟ انت يعني انت المدرسة؟ لا يا اخويا مالكش دعوة بيا، انا حيالة بدرس لابن ام عبوسة فتحية واكلاهم ثانية صدره، يعني ناس غلاب، انما انت كده بتلعب مع الحكومة يا لفي. طب واللي يقول لك النهاردة بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي؟ يا راجل والله اقول لك على حاجة. ها اما اتهم في قلب القفص فضل يتنطط من فرحه ويزعق لحد ما رموله السوداني. يا شيخ انت هتمزع عليا يا لمبي ولا ايه؟ قول كلام غير ده. طب اقول لك على الكبيره بقى، وانا واقف المرافع كده وبقول كده بروح لامح بعيني كده، شفت ساعات المستشار والدمعه بتفر من عينيه. يا لهوي والله عيط القاضي عيط يا بنت. بقول لك المستشار قاضي ايه انت؟ يو ما القاضي هو المستشار يا راجل. لا ده هو المستشار. يا لهوي لا والله هو ده هم الاثنين واحد. ايوه وطلع بمنظرين ولا ايه؟ يا نهار اسود عليا يا بنت. فهمي واضح ان انت معلوماتك في القانون ضيقه. اه سياده القاضي هو اللي بيبقى قاعد في النص، انما المستشار بيبقى هو اللي بيقعد يعيط. ايه؟ اه امال ايه؟ يا راجل انت لخبطتني معلوماتي. اهم حاجه يعني هتمشي معانا يا لبي ولا ايه؟ اطمني يا بت اطمني قوي. اقول لك على المفاجاه الكبيره بقى. اقول لك على المفاجاه الكبيره، لازم في كمان 5000 جنيه جايين زيهم. يا لهوي لو النبي 5000 جنيه اول مصحى و 5000 جنيه بس بقى التانيين كلهم تلتينات. عشرينات ما تفرق. طب بص بقى يا حبيبي. ايوه انا عارف، انا الدلع ده بتاع الحريم لما تشوف الفلوس وتروح تعمل اللي هي مش عايز كده. عشان خاطر اختي مرفت وجوزها محي عازمين على الفيلا كده النهارده. لحظه واحده استنوا النبي، هات النضاره دي ما تبوظيش اللحظه السعيده. طب بقى انا كده مش هشوف يا ست من جنبك، هو ما فيش بيني وبينك ملم. طيب ها اختي مرفت وجوزها محي عازمين على الفيلا كده النهارده. ها نفسي بقى نروح بلبس عليه القيمه. بس كده يعني هتشيكني؟ هتشيكك ورقصك كمان يا بنت. السكر غالي انحلوا بايه؟ السكر غالي وانحلوا بايه؟ انا بنت على الركب. السكر غالي السكر غالي وانحلوا بايه؟ السكر غالي وانحلوا بايه؟ السكر غالي